قلت لازم المركب والستراكشر ما تتعرفوا، الفينول، هيدروكوينون، ريسورسينول، اورثوكريسول، نيتاكريسول، باراكريسول، بيتاناسول، انكاتيكول، كلها واضحة وتحفظون الاسم والستراكشر. الفرق كلورايد تيست، اول واحد جنرال كيميكال رياكشن هو الفرق كلورايد تيست. الفينولز react with ferric chloride to give colored compounds due to the presence of enol group. الإنول هي العصر المزدوجة المرتبطة مباشرة بالحلقة الأروماتية المرتبطة مباشرة بالهيدروكسي، سموه إنول جروب. Indeed, this reaction is considered as a test for any compound with enol group. هسه المعادلة هاي الإينون الأصعة المزدوجة ويا الهيدروكسيد بالفرق كلورايد أوكسيدايزنج ايجنت يعطيني كولورد كومبلكس مركبات ملونة. هسه طريقة العمل هي هاي المعادلة أمامكم، الفينول ويا الـ FeCl3 أوكسيدايزنج ايجنت يعطيني كولورد كومبلكس، هو هذا معادلة لازم تحفظوها، والألوان راح تشوفها بالبروسيجر. To a very diluted aqueous solution of phenol، كمية من الفينول نخففها بالماء، or to few crystal of the solid phenol يعني 0.1 جرام نخففها بالماء، وبعدين add one drop of ferric chloride solution and observe the resulting color. One drop ناخذ 0.1 جرام نخففها بالماء، من يذوب نضيف له 1 drop of ferric chloride solution and observe the resulting color. عندي الفينول والميتاكريسول والريسورسينول يعطيني violet، اورثو اند باراكريسول يعطيني greenish blue، الهيدروكوينون يعطيني deep green، البيتاناسول no special color. واضح طلاب؟ هذا اول تيست هو ferric chloride test. راح نشتغله بالمختبر، نعطيكم النون مواد صلبة تذوبوها بالماء وتضيفون قطعة واحدة وأبزيرف ذا كلر. بعدين من حصلت هذا الكلر أسجل أشوف التست الآخر بعد بي هذا التست على الفواصلة هنا. In the reaction of hydroquinone بهذا التفاعل نفسه بالفريق كلورايد من أسوي الهيدروكوينون راح تكون لي مركب crystal may separate and on the further addition of ferric chloride solution a yellow solution of barobenzoquinone is produced. يتكون لي crystal هي quinohydrin complex dark green، من أضيف لها excess يعطيني yellow barobenzoquinone is produced. واضح طلاب؟ بس هذا التست بيفيد. البرومين ووتر ما نشتغله بالمختبر. Phenols are generally highly reactive toward electrophilic reagent and are readily brominated by bromine. الفينولز ليش محب للالكتروفيل؟ لانه بي مزدوج الكتروني بالموقع اورثو وبالموقع بارا نيجاتيف تشارج من الرنين الروزوناس، فيعطيني ويا الالكتروفيل تراي برومو فينول وبالموقع اورثو وبالموقع بار. طريقة العمل موجودة بس احنا ما نشتغلها بالمختبر. اذا phenols are generally high reactive toward electrophilic reagent and are readily brominated by bromine water. الفينول والبروم dissolve a suspend about 0.05 gram of the compound in 2 mol of diluted hydrochloric acid and add bromine water drop wise until the bromine color remains. A white precipitate of bromophenol may form. Solid bromophenol derivatives can be used for the conformation of the structure of the phenol.
في ثانية تيست، طلاب هذا تيست نشتغله بالمختبر، ايش راح نحصل عليه؟ نحصل على الفلوس. الفينولات يلد فيثالين، تنتج للفيثالين which give a special color and alkaline solution when reacting with phthalic anhydride and a little amount of concentrated sulfuric acid. An example is the case of the resorcinol. الفيثاليك انهيدرايد ويا الريسورسينول اللي هو الفينول يعطيني الفلورسنس، يكون لونه جرين. الفلورسنس بالبداية يكون ريد، بعدين يتحول إلى جرين أخضر، أخضر مشع. شنو سبب الفلورسنس؟ because of the linkage ال O، هاي ال O المرتبطة هنا عصرة مزدوجة، O عصرة مزدوجة هي سبب لي الفلورسنس. is because of the oxygen linkage between the two phenolic and basic medium بالوسط القاعد. طريقة العمل: in a dry test tube put about 0.1 gram of the compound and an equal amount of phthalic anhydride or phthalic acid. الفيثاليك انهيدرايد والفيثاليك اسيد mix well and add 1-2 drop of concentrated sulfuric acid. نخلط الفينول ويا الفيثاليك انهيدرايد او الفيثاليك اسيد بكميات متساوية، بعدين نضيف 1-2 drop concentrated sulfuric acid H2SO4، بعدين نسخن heat on direct flame for 1 minute until the crystal of the mixture melt تنصرف. Then cool the test tube and add excess of 10% sodium hydroxide solution. حتى يظهر اللون نضيف صوديوم هيدروكسيد سولوشن وتنتج لي هاي الألوان. البيتا نافثول فيري بيل جرين، يعطيني لون جرين. الفينول يعطيني بينك. الفينول من نسوي بالمعادلة جزيئة من الفينول يعطيني مركب اسمه الفينول فتالين، وكل واحد من هذا بمعادلة. الفينول ويا الفيثاليك انهيدرات كل واحد معادلة. بالنسبة للبيتا نافثول يعطيني فيري بيل جرين أخضر، الفينول يعطيني بينك، الأورثوكريسول يعطيني فايوليت بالأخير، ميتاكريسول يعطيني بلو تو بينك، هم بينك مثل الفينول، الريسورسينول يعطيني جرين بيل ريد كولر ويز ذا جرين فلورسنس، الهيدروكوينون يعطيني أيودين كولر. اشتغل بالمختبر طلاب، انتم مو تشتغلون، هذا ما نشتغله، نشتغل بس اخر واحد هو ساعة شغلكم. الرايمر تايمن رياكشن، التريتمنت اوف فينول وذ كلوروفورم اند اكويوس صوديوم هيدروكسيد. الفينول ويا الكلوروفورم واكويوس صوديوم هيدروكسيد سولوشن انتروديوس ان الديهايد جروب انتو ان اروماتيك انتو ذا اروماتيك رينج at the ortho and para position. Ortho hydroxybenzaldehyde 20% ال byproduct. Ortho العفو para hydroxybenzaldehyde byproduct 20%. Ortho hydroxybenzaldehyde اللي هو salicylaldehyde main product 80%. شنو السبب؟ شنو السبب ال main product 80%؟ بالموقع ortho هو من الرنين الرزوناس الكثافة الإلكترونية تركز بالموقع أورثو وبالموقع باطو. شو نقول؟ إلكترون ريتش إن أورثو بوزيشن أند التفاعل الرياكشن بين صوديوم أند الكلوروفورم ريزولت إن إلكتروفيليك رياجنت اللي هو الألديهايد إز مور إلكتروفيل. المين برودكت يكون 80% هو الاورثو هيدروكسي بنزل ديهايد السلسل ديهايد. اذا الكترون ريتش ان اورثو بوزيشن هو اللي يسبب لي ال 80% مين برودكت. طريقة العمل هو نشتغل الفرد ونشتغل هذا التست هو اخر شيء. To about 0.2 gram of the phenol add 1 mol of 30% NaOH solution and 1 mol chloroform. نضيف 1 مول 30% NaOH and 1 مول كلوروفورم. Heat on water bath and observe the color of the aqueous light. الألوان هي الأنون. إذا عندك فينول يعطيني أول واحد اللون السجلة، وهنا لون هو yellow or no color.
ما ينطي. الأرثر كريسول ديب أورنج، كريسول سينول ريد كلر with a little fluorescence، والهذا أكوينون ديب براون، البيتا نفسها ديب بلو. بالأكويس لاير تنفصل طبقتين، الطبقة المائية تكون ملونة ومن نذوب هاي المركبات هي الكلوروفورم والفينول والNaOH ونسوي تسخين لمدة دقيقة، تنفصل لك طبقة ملونة هي أكويس لاير يكون لونها يلو أو نو كلر بالنسبة للفينول، أرثر كريسول يكون ديب أورنج، الريسور سينول ريد كلر وذ أ ليتل فلورسنس أحمر، الهادو يكونون ديب براون، البيتا نفسه ديب بلو يكون واضحة بالبيتا نفسه ديب بلو ذات تيرن تو جرين، الميتا كريسول بيل أورنج، البارا كريسول يلو. أعطيك النون يحصل بالاف اي سي ار 3 مثلا فايولت، هنا أنا أحصل يلو، شو يكون عندي فينول؟ أحصل فايولت بالأول واحد وثاني واحد رصاص هنا أحصل ريد، شو العفو أحصل هنا ريد وهناك فايولت، شو عندي رصاص هنا؟ ما أحصل لون بأول واحد وأحصل هنا أكويس لاير يكون ديب بلو ذات تيرن تو جرين، أسجل البيتا نفسه. واضح يعني طلاب؟ أكو واحد عنده سؤال؟ شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ السؤال؟ عفوا دكتورة، بس الاستاذ ما قبل الأخير لما نعم. قلت على الأورثو ليش نسبته 80%، شنو كان الجواب؟ أنا هسه أشرح لك إياه، الأورثو ليش؟ هسه؟ نعم؟ عندي هنا من أني بالفينولات هذا الحلقة هذا وكسيل يوجه للحلقة بالموقع أورثو وبالموقع بارا المزدوج الإلكتروني، يدخل غنين الدونيتنج جروب بالهيدروكسيل المزدوج الإلكتروني بالهيدروكسيل، يوجه على الحلقة، يدخل على الحلقة، يعطيني بالموقع أورثو وبالموقع آرا كثافة إلكترونية، إلكترون كثافة إلكترونية بالموقع أورثو بالموقع بار، واضح؟ فشو يقولون بالإنجليزي هذا يترجمون؟ يقولون إلكترون ريتش إن أورثو أند بار بوزيشن، أند أنت عندك شنو التفاعل إلكتروفيز مور إلكتروفيز، يعني أنا أشرح أنتج لي من أفاعل الكلوروفورم ويا الصوديوم هيدروكسيد يعطيني كاشف هو هذا اللي راح يدخل على الحلقة is more electrophil يعني محب للالكترونات، وأنا عندي الكترون ريتش بالموقع أورثو وهذا محب للالكترونات، فرأسا اليلد ما تكون 80%، هذا بعيد عن البار بوزيشن بعيد، فهنا رأسا مثل واحد يلقي غرفة وكلها طب بهاي الغرفة فارغة وبها فلوس رأسا كلها تاخذ الفلوس وتطب فيها، واضح يعني؟ اكو واحد بعد عنده سؤال؟ واضح دكتورة، شكرا. نعم ترى ماذا اسمع؟ ها ترى بعد اكو واحد بس الحضور ناخذه هسه بالكلاس روم، بالكلاس روم ترى ادز سؤال، بعد من عنده سؤال؟ ترى انا اي اللي في ثالث، انا هذا بس بالامتحان هذا اكو واحد عنده سؤال عليه في ثاني تست بس فهم، بس الشغل اف اي سي ال 3 اول واحده بس اطلع مو هذا هذا اف اي سي ال 3 اشتغله يعطيني الوان كلات كومبلكس بسبب الانول جروب، اكو واحد عنده عليه سؤال فركي كلورايد ورايمر تايمن، بس هذاك يعطيني اكويس لاير ملونه وهذا هو انذوبه بالماء ويعطيني لون، سجل الالوان ايش طلع لك بالفركي كلورايد وايش طلع لك بالرايمر تايم، سجلي هنا لون وهنا لون وتعطيني الناتج على درجه، والامتحانات تكون الكتروني ادزلكم اختيارات وتجاوبون عليها. أكو واحد عنده سؤال بعد؟ يعني دكتور نشتغل الأول والأخير؟
اي الفرق كلورايد تيست واخر واحد هو رايمر تايمن تيست. ماشي شكرا دكتورة. بعد اكو واحد عنده سؤال من هسه طبوا بالمحاضرة واضحة. هي ثلاث تستات نشتغل، بس اول واحد عيني هاي الالوان مالته بسيط، الفين الميتا بريسول الريسورس فايلت. نعم العفو دكتور، بس روحي على التيست الأخير. التست الاخير رايمر تايمن. أي التيست الأخير اللي يكون بالفينوتس الناون. نعم هسه هذا التست الاخير ايش بيه آخر آخر رايمر سلايد تايمن ريح. من يكون عندي، ايوه يعني يكون بارا ينطي الكلر يلو، وعندي بالفينول ينطي يلو اور نون كلر. شلون هذا يا رب؟ شنو مدى افتهم مدى السؤال؟ سؤال نعم سؤال عيد السؤال مدى افتهم. من نعم يكون عندي unknown، عندي بالفينولز unknown، اكو فينول واكو هذا نعم البارا، اثنين ان يعطيني يلو، بس انه الاول يكون يا يلو بارا اور. يا بارا هاي اسماء عيني. انت جديد. الفينولات اعطيك الانون وحده من هاي، اما فينول اورثوكريسول ريسورسينول هذا كونون كل واحد قصدك يعني بارا ستراكشر مالته كريسول غير. هذا. هسه البارا كريسول ما عندي اوضح لك، هو سي اتش 3 او اتش بالموقع اورثو باور. البارا اورثو كريسول سي اتش 3 بالموقع اورثو، الميتا كريسول سي اتش 3 بالموقع ميتا، البارا كريسول سي اتش 3 بالموقع بار. واضح هذا الكريسول ما عندي اني بالمختبر ما اطلع. الريسورسينول شفت الستراكشر مالته واضح، هذا بالبيت نفس البار، هذا الستراكشر مال الريسورسينول، هذا الستراكشر الريسورسينول. عندك الهايدروكوينون يكون الاو اتش بالموقع بار واضح. بالموقع ايش عندنا الفينول والريسورسينول والكاتيكول بالموقع اورثو، الهيدروكسيل بالموقع اورثو كاتيكول، هنا ريسورسينول بالموقع ميتا وبالموقع با الهيدروكوينون، هي هاي اسماء الفينولات. واضح طلاب؟ والبيتا نفسول هي حلقتين بنزين، وبالموقع بيتا هو الفين. لازم تحفظون الستركتشرات. اكو واحد عنده سؤال بعد؟ يلا سألوا وبعد عندنا وقت. دكتورة بس بخصوص اللام، يعني اكو تسجيل إلها؟ والله ما اظن اكو تسجيل، ما يسجل عندي، ما ادري ليش دا اسال بيها وما اعرف مدى يطلع لي عندي تسجيل تمام. بالجوجل ميت، يعني بالبرنامج مدى يطلع عندي تسجيل، اعذروني يعني ما اعرف دا اسال بيها وما ادري. ها هي يعني هسه بس الحضور اسوي لي اياها بالكلاس، راح انزلكم بالكلاس هسه ننهي. دكتورة نعم احنا هاي يعني المختبرات او هاي التجارب شنو فائدتها العلمية؟ ها هذا الباور بوينت هسه شنو اعيد لك اياه؟ من السلايد الاول هسه اعيد من السلايد الاول. انت مشكلتك هسه السلايد الاول هي عندك اسماء الفينولات، الفرق كلورايد هو تست الفينول رياكت والفرق كلورايد تو جيف كلات كومباوند. شنو السبب البريسنس اوف انول جروب؟ عندي الفينول يتفاعل ويا الفرق كلورايد يعطيني مركبات ملونه، شنو السبب؟ هو الانول جروب، هاي الانول باي الاصره المزدوجه قريبه من الهيدروكسيل، هذا كله يسموه انول جروب، ويا الاف اي سي 3 يعطيني كلات كومبلكس. هذا هو المعادلة تحفظوها، يعطيك هذا المعقد. واضح عيني؟ هاي الألوان قدامك، ها
هاي الألوان. هذا المركب هو هيدروكوينون، بس عنده بي إشكال، راح يتكون لي مركب هو كوينوهيدرون كومبلكس، يكون دارك جرين، بعدين ما نضيف له اكسس اف اي سي ار 3 يتكون يلو سولوشن اوف بارو بنزاكوين. هذا كله التست الاول، واضح؟ نعم دكتورة واضح. هذا ما مطالبه به، تفاعل تعويض ما مطالبه به، هذا بس تفتهميه. يعطيني فلورسنس من جزيئتين من الريسورسينول ويا الفيثاليك انهايدرايد، يعطيني فلورسنس. اذا فينول عندي غير معادله، غير شكل، كل فينول الى معادله، تراجعونها بالملازم وتسووا لي كل واحد معادلته شكل. الفينول فثالين، بالنسبه للفينول جزيئتين فينول ويا الفيثاليك انهايدرايد يعطيني فينول فثالين. هنا يعطيني شنو؟ فلورسنس، هو بالريسورسينول. طريقة العمل قدامك واضحة، ما اكو عندك اشكال. عتب اخر واحد كلش عتب، اخر واحد عندك في لا اشكال؟ كلها ها هي كلها واضح. نعم هذا دكتورة شرح اسوي شيء سريع. هلا عندي دكتورة الفينول، ها هي نعم ها هي دكتورة خلاص ننهي. إيه أدز لكم الحضور سريع، بس سريع. التريتمنت اوف فينول وذ كلوروفورم، الفينول من ويا الكلوروفورم بوجود الصوديوم هيدروكسيد سولوشن انتروديوس ان الديهايد جروب بالموقع اورثو يكون نسبتها 80%، بالموقع بارا 20%. الفينولات ويا الكلوروفورم بوجود قاعدة قوية هي صوديوم هيدروكسيد سوليوشن يعطيني اورثو هيدروكسي بنزالديهايد اسمه سلسالديهايد، يعني هذا الالديهايد بالموقع اورثو والالديهايد بالموقع برا. هذا نسبته ايش قد؟ 80%، بسبب الكثافة الالكترونية هنا تكون عالية، وهذا الالديهايد هو السمور الكتروفيل، الكتروفيل قوي. اكو واحد عنده سؤال بعد؟ ها منو عنده سؤال؟ واضح هسه؟ شنو؟ اي حفظ، بس يعني مو كلش، مو حفظ هي، بس انت تقارنين بيها بالمختبر ويطلع لك بهذا التفاعل، بهذا التست، وهذا اللون بهذا التست. واضح؟ هسه بس ادز لكم دكتورة كل ممكن الكلاس الحضور، الباوربوينت تنزلي حضور لنا نعم بالكلاس؟ موجود بالكلاس، موجود بالكلاس، دازت لكم يا طلاب بالكلاس، دازته. تمام دكتورة. هسه بس بالكلاس عيني. ايه معادلة، ايه حفظ المعادلة، حفظ. ها هي عفوا دكتورة نجي. كل المعادلات حفظ؟ اي كل المعادلات طلاب حفظ. ماشي، شكرا دكتورة. طلع لي برنامج. ها هي تعبتني، بس شلون اقول لي ماكو تسجيل عداني، من جاي انا غير بسجل، ما سجل يطلع لي التسجيل، ما ادري شو اسوي، ما ادري ما اعرف شو اسوي.